إن حرب أكتوبر المجيدة قد غيرت مجرى التاريخ، فهي ملحمة تجمعت فيها أصعب التحديات، تحديات في التخطيط لمواجهة جيش أشيع عنه أنه لا يقهر، تحديات في اتخاذ قرار مصيري. وكان النصر بأمر الله حليفنا بجدارة واستحقاق. يمين نقطة المشاهدة، يقترب تشكيل من الهليكوبتر طراز جازيل يحمل بكل فخر واعتزاز علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية. دمت يا مصر ودامت أعلامك دوماً عالية خفاقة تزهو وتسمو في عنان السماء. فعلى مر العصور كانت وما زالت هناك رابطة كبيرة تربط جيش مصر بشعبها العظيم للدفاع عن الوطن. وفي حرب أكتوبر عام 1973 وقف الشعب إلى جانب قواته المسلحة مسانداً ومؤيداً. على يسار نقطة المشاهدة نشاهد الآن مرور بعض من الأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر القوات البحرية. أمام نقطة المشاهدة ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري سطح طراز B-15 والذي تم استخدامه لإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في معركة 21 من أكتوبر عام 67. ناقلة محمل عليها القوارب المطاطية طراز زودياك والقوارب السريعة طراز ديليكي وأجهزة الغطس ذات الدوائر المغلقة من طراز فانزي وبريلي. القوات الجوية، أمام نقطة المشاهدة الطائرة MiG-21 والتي كان لها دور بارز ومؤثر في العمليات الجوية خلال حرب أكتوبر وخاصة في معركة المنصورة في 14 من أكتوبر عام 1973. قوات الدفاع الجوي، حماة السماء، العيون الساهرة والمدافع الهادرة. الصاروخ SAM-2 روسيا الصنع اشترك ضمن حائط الصواريخ في حرب أكتوبر، وهو صاروخ متوسط المدى يتعامل مع الأهداف الجوية المعادية ويعمل على الارتفاعات المتوسطة. ناقلة محمل عليها الصاروخ SAM-3، صاروخ روسيا الصنع انضم للخدمة عام 1970 ويتعامل مع الأهداف الجوية المعادية واشترك ضمن حائط الصواريخ. ناقلة محمل عليها القاذف الصاروخي SAM-6 روسيا الصنع انضم للخدمة عام 1973 وكان من أبرز أنظمة الدفاع الجوي. المشاة، المركبة BK ناقلة جند مدرعة برمائية روسية الصنع دخلت الخدمة عام 1968 وتتميز بالقدرة العالية على القتال في جميع أنواع الأراضي. المركبة طباز ناقلة جند مدرعة برمائية تشيكية الصنع دخلت الخدمة عام 1970 وصممت المركبة لنقل وحماية أفراد المشاة من نيران الأسلحة الصغيرة. المركبة BMP مركبة قتال مدرعة برمائية الصنع دخلت الخدمة عام 1970 وتعتبر من أحدث مركبات القتال المدرعة التي اشتركت في حرب أكتوبر وصممت لقتال الأفراد من داخل المركبة وتتميز بالسرعة العالية على المناورة وخفة الحركة. المدرعات، الدبابة T-34 دبابة روسية الصنع من إنتاج عام 1940 وتم انضمامها للخدمة عام 1955 وتزن 32 طن ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان ومدفع 85 ملم. الدبابة T-54
دبابة روسية الصنع من إنتاج عام 1947، وتم انضمامها للخدمة عام 1958، وتزن 36 طن ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان، واشتركت في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. الدبابة T-55 دبابة قتال متوسطة روسية الصنع من إنتاج عام 1962، وتم انضمامها للخدمة عام 1965، وتزن 36 طن. الدبابة T-62 دبابة روسية الصنع من إنتاج عام 1965، وتعتبر أحدث دبابة تم اشتراكها في حرب أكتوبر، حينما تم انضمامها للخدمة عام 1972، وتزن 37 طن. المدفعية ناقلة محمل عليها الهاوتزر 152 مليمتر مجرور روسيا الصنع، اشترك في حرب أكتوبر بعدد 2 كتيبة أثناء تنفيذ التمهين النيراني بمهمة الضرب على التحصينات الميدانية، وقد دخل الخدمة عام 1932. ناقلة محمل عليها المدفع 100 مليمتر مجرور والهاون 120 مليمتر روسيا الصنع، ويعتبر المدفع 100 مليمتر العيار السائد لمدفعية الرمي غير المباشر، وفي حرب أكتوبر سلحت به ألوية مدفعية الفرق المشاة بإجمالية 10 كتيبة. ناقلة محمل عليها الهاون 160 مليمتر والهاون 240 مليمتر وهاون فقير روسيا الصنع والهاون 160 مليمتر من إنتاج عام 1943 بمدى يصل حتى 5 كيلو. ناقلة محمل عليها الهاوتزر 122 مليمتر M30 مجرور والنظام الصاروخي الملوتيكا روسيا الصنع والهاوتزر 122 مليمتر M30 مجرور، اشترك في حرب أكتوبر بعدد 39 كتيبة. المهندسين العسكريين، تمر الآن ناقلة محمل عليها قارب مطاطي وقارب خشبي NDL. القارب المطاطي يستخدم في اقتحام الموانع المائية روسي الصنع، وانضم للخدمة عام 1969 بحمولة حتى 6 فرد وسرعة 5 كيلو متر في الساعة. ناقلة محمل عليها طولمبة فتح ثغرات الساتر الترابي المانية الصنع بقدرة ضخ تصل إلى 50 متر مكعب في الساعة، وقد تم استخدامها في حرب أكتوبر في فتح عدد 68 ثغرة في الساتر الترابي بخط بالريف المنيع في 5 ساعات. أمام نقطة المشاهدة ناقلة محمل عليها آلة جرف روسي تيمية روسية الصنع، تم انضمامها للخدمة عام 1970، وتستخدم في أعمال التجهيز الهندسي وتأمين التحرك بطاقة إنتاجية 100 متر مكعب في الساعة. عربة برتون كراز حمولة 60 طن روسية الصنع، تم انضمامها للخدمة عام 1968، وتحمل برطوم وسط حمولة 20 طن روسيا الصنع، ويستخدم في إنشاء كوبري اقتحام سريع. الإمداد والتموين، ناقلة محمل عليها بعض نماذج للزي العسكري للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ونماذج مصغرة من مظلات الأفراد والإمداد المتوسطة والتي استخدمت أثناء حرب أكتوبر. ناقلة محمل عليها معدات الإعاشة للقوات في حرب أكتوبر، مقطورة الطهي الميدانية وفرن سفري مجري الصنع لإنتاج الخبز في الميدان، ويستخدم في إنتاج الخبز لصالح النقاط والمواقع المنعزلة. ناقلة محمل عليها معدات الوقود الميكانيكية واليدوية روسية الصنع، وتم دخولها الخدمة عام 1967، واشتركت في حرب أكتوبر ضمن مستودعات الوقود وكتائب خطوط أنابيب الوقود. الإشارة، معدات لاسلكية وخطية روسية وإنجليزية الصنع تم انضمامها قبل حرب أكتوبر، والتي كان لها أكبر الأثر لتحقيق سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة على التشكيلات التعبوية
في جميع مراحل العملية والسيطرة على أعمال القتال في مختلف الجبهات. الأسلحة والذخيرة. الأسلحة التي اشتركت في حرب أكتوبر وتشمل على الهاون 60 مليمتر والهاون 82 مليمتر والقاذف به 10 والقاذف به 11. وقد حرصت القيادة السياسية على توفير أحدث الأسلحة والمعدات استعداداً لحرب أكتوبر، ما كان له أكبر الأثر على تحقيق تقدم نوعي في الحرب، وكان سبباً رئيسياً لتحقيق النصر المبين. الحرب الكيميائية. ناقلة محمل عليها أجهزة ومعدات ومهمات الحرب الكيميائية روسية الصنع، عبارة عن مهمات الوقاية الفردية وأجهزة الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي ومعدات التطهير الكيميائي والإشعاعي ومعدات إنتاج الدخان والمواد الحارقة. الاستطلاع. المركبة بيردم المدرعة، مركبة برمائية روسية الصنع، انضمت للخدمة عام 1969، وهي مركبة استطلاع مدرعة مسلحة برشاش عيار 14.5 مليمتر ورشاش موازي، وقد شاركت في حرب أكتوبر المجيدة. الحرب الإلكترونية. معدات الحرب الإلكترونية التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة، وهي مجموعة من أجهزة الاستقبال الإلكتروني واللاسلكي والرادري،